بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، عشاق الأصالة والتراث، نحييكم في هذا المساء الجميل، في هذا المساء الرائع هنا من عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة، ضمن هذا المهرجان الكبير، مهرجان قصر الحصن الذي يقام في شهر إبريل الجاري وفي 25 من أيامه. ننطلق في هذا المساء من خلال تواجد أيضا أشواط الحولي والزمول، 10 أشواط توزعت ما بين الذلال المحليات والمهجنات الأصايل، وأيضا الزمول المحليات والمهجنات. إذن مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، انطلاقاتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرعاية والاهتمام والدعم الكبير لهذا المهرجان من سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ننطلق في هذا المساء، نسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، كما أرحب بجميع الحاضرين والمتابعين في عاصمة الميادين، وأيضا أرحب بجميع الأعين المتابعة في كافة أقطار العالم لسيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي الناقلة والمتابعة دائما في انطلاقة رياضتنا العربية الأصيلة والمتابعة دائما لرياضتنا هنا في عاصمة الميادين. إذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أيضا هناك متابعة من قناة دبي ريسنج الناقلة لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نسير مع أول أشواط الذلال المحليات الأصايل، 8 كيلومترات هنا المسافة المقررة مباشرة. خيرة سعيد بن سهيل بن الدلاوي لكتبي من يأتي مع خيرة، وعسى في الأمر خيرة يا بن الدلاوي. هناك سعيد بن ناصر الهاشمي أحد خبراء هذه الرياضة المتجول والذي يقود خيرة في هذا الشوط. أنتقل مباشرة إلى المركز الثاني، أجد هنا سمحة، سمحة ليتواجد الصقار شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي بخبرته الكبيرة وعشقه أيضا للصيد بالصقور، ليتواجد ويمزج بين الرياضتين، رياضة الآباء والأجداد ورياضة الصقور أيضا رياضة تراثية. شكرا يا شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. الدخول من الجانب الآخر، وصلت جبارة، انطلقت جبارة لتغير إلى المركز الثاني. خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يتواجد في هذه اللحظات، القادم من العين دار الزين، والمنطلق من خلال هذه المنافسة القوية هنا يقدم جبارة النقلة مباشرة إلى المركز الرابع، ليجد هناك الله سمحة، سمحة وسمع الله دروبك محمد بن سالم بن محمد المري بن عسيكر، وصل وصل في هذه اللحظات، ولكن شوفوا من القادم، شوفوا من المنطلقة هنا، أيضا اليافل اليافل اليافل، وأيضا شاهدوا اليافل واحدة من المصنفات في هذا الشوط. سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي القادم مع اليافل، الوصول من المملكة ايضا، المملكة قدمت وانطلقت لمحمد بن حمد بن سليمان الجبرين، يتواجد الضيف العزيز القادم من المملكة العربية السعودية، وصل ابو حمد، وصل ابو حمد في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم، لينطلق هناك عامر بن حمد بن عصان المنصوري مقدما انطلاقة المسك، المسك يا سلام، هذا الاسم التراثي العريق، هذا الاسم الذي تعلق بالماضي واتى في الحاضر مع عامر بن حمد بن عصان المنصوري. هناك الاسم القادم، وصلت سمحة، شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، الصقار ما زال يتجول بين الارقام هنا، والوصول من سلهودة راشد بن خميس بن كراز السبوسي، وصل نواب بن نوح بن احمد البلوشي، قدم منصورة، بدأ ايضا ينطلق من خلال منصورة
الكرة وصل شعار بن دري الشعار الشطرنجي سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي يقدم الشاهينية ينطلق مع الشاهينية في هذه اللحظات يسير مع هذا الاسم ينطلق على المركز العاشر هذا هو نيدان الأول العشر المراكز الأولى الكبار الرقص مع الكبار هذا المهرجان الغالي الذي يأتي في نسخته الثانية ويقام هنا على أرضية هذا الميدان هنا شاهدنا على أرضية هذا الميدان كان بداية مع أيضا سنة صغار وكانت انطلاقة رائعة وكان يوم أيضا الختام ختام الملايين ختام الانتصارات ختام مجسم قصر الحصن هذه التحفة الكبيرة التي أيضا يفرح بها كل مشارك وانطلق من ضمن هذا المهرجان شكرا على هذا الدعم الكبير لسيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذا الدعم الكبير وعلى اختيار هذا المسمى قصر الحصن العظيم الذي يأتي هنا أبناء القبائل فرحين ومستبشرين هنا بهذه الفرحة الكبيرة لهذا المسمى والمشاركة في عاصمة الميادين أعود إلى الصدارة أعود إلى المركز الأول يا سلام الله 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 يا بدليوي ما زال متمسك مع المركز الأول يقدم خيره وعسى في الأمر خيره هناك على المركز الأول لياتي سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي مقدما خيره المركز الثاني الياهل وصلت الياهل بأدائها الجميل كما عودتنا دائما وأبدا بانطلاقاتها ومنافساتها سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي أرى المملكة أيضا تقدمت المملكة انطلقت أيضا كما عودتنا دائما أول أيضا أيامها كانت تأتي من المناطق الخلفية فاليوم هي في المثلث ذهبي هنا مع منتصف المسافة تأتي المملكة المملوكة لمحمد بن حمد سليمان الجبرين بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات انطلقت سمحة محمد بن سالم بن محمد بن عسيكر المري وصل في هذه اللحظات ولكن الدوحة أو جبارة قادمة جبارة المنطلقة وصلت في هذه اللحظات منافسة قوية واحدة أيضا من الأسماء المشاركة في أول أشواط الدلال المحليات الأصايل خالد بن سالم بن حضيرم الاكتبي يتواجد في هذا الشوط وينطلق من خلال هذه المشاركة عاد الصقار مرة أخرى مع سمحة هنا شاهين بخلفان بن راشد المزروعي يتواجد ليقدم أيضا اللي هي سمحة ولكن المسك الاسم التراثي وصل عامر بن عفصان المنصوري يلا يا أبو حمد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري أحد الأسماء القوية والعملاقة شوفوا مادة الزعفران هناك مع المسك ما شاء الله إذن المسك هناك تأتي لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري وهني عطني زوم يا الهواري من حاملة الرقم 13 القادمة أيضا ومادة الزعفران أيضا قادمة بها منذ فترة بسيطة لياتي شاهين بخلفان المزروعي الله 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 جسر العبور التحفة المعمارية الكبيرة التي تأتي بمحاذاة 3 كيلومترات القادمة مياسة محمد بن قحيد بن ضاحي العميمي وصل بن ضاحي وصل العميمي بدأ يدخل أجواء المنافسة بدأ يدخل هنا في صلب المنافسة ليكون ويحتل في هذه اللحظات المركز الثامن تاسعا وصلت هناك شاهينية سالم بن أحمد بن دري الفلاحي بداياتي وهناك منصورة نواب بن نوح بن أحمد يصل البلوشي راعي الطيارة وصل الأسماء القوية والانطلاقات المثيرة هناك أسماء لم تدخل في عالم الإذاعة ترقبوا مفاجأة جاتيها في الكيلو متر الأخير ولكن التدخلات هناك مع اليافل اللي غيرت الصدارة والمركز الأول اليافل هناك سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي السلام واحد من شباب مرغم بدأ ينطلق على صدارة على المركز الأول ولكن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري يقدم هذه أيضا الاسم الكبير يقدم المسك يا سلام هنا المسك احتلت المركز الثاني عينها مع الصدارة عينها مع المركز الأول
انتقل مباشرة إلى المركز الثالث ليجد هناك المملكة، هناك محمد بن حمد سليمان الجبرين يتواجد مع المملكة. وصلت جبارة، انطلقت جبارة على المركز الرابع. تأتي هناك جبارة وخالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، وصل في رابع المراكز يبحث عن نقطة ذهبية في هذا المهرجان الذي جميع أشواطه وضعت في جوائز السيارات الفاخرة التي تنتظر كل فائز من هذه المراكز الرائعة والجميلة. كما الأشواط الرئيسية وضع لها مجسم قصر الحصن بالإضافة إلى مليون درهم بخصوص الإبكار، والجعدان هناك مجسم وبالإضافة إلى 800,000 درهم. بينما هناك المراكز الأخرى جوائز نقدية مجزية أتم بها هذا المهرجان. يا سلام، 2 كيلومترات تخطيناها وبدأنا نسير هنا مشاهدين الأعزاء، وننطلق ونسير مع هذه الأسماء القوية والعملاقة. نأتي مع المركز الأول، نأتي مع اليافل، اليافل على صدارة، اليافل على المركز الأول. تأتي هناك بشعار أيضا القادمة بشعار سالم بن حمد بن الضعية في الاكتبي يتواجد ليقدم اليافل وينطلق مع هذا الاسم هناك على صدارة على المركز الأول. المركز الثاني المسك، عامر بن حمد بن عفصان المنصوري من يقدم هناك المسك على المركز الثاني. انطلق مباشرة إلى المملكة، وصلت المملكة. هناك محمد بن حمد بن سليمان الجبرين يتواجد مع المملكة، ولكن العميمي وصل مع مياسة والسلالة الصغانية. يأتي محمد بن كحيد بن ضاحي العميمي يقدم مياسة، جبارة خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، وصل الصقار ليقدم سمحة، شاهين بخلفان بن راشد المزروعي، ولكن بن دري تدخل من عمق الميدان مع شاهينية سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. الله 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 الله، وصلنا وين؟ بدأنا نقترب من لائحة الإعلان، لائحة الكيلو متر الأخير. أوعد المشاهدين بالمنافسة بالسرعة بالانطلاق، الكيلو متر الأخير دخلنا أجواء إيفلت اليافل. اليافل اليافل ياهل يهول بدأت أيضا تنطلق. هنا اسمع على مسمى سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي على صدارة على المركز الأول. المسك بسم الله وتبارك الله. يلا يا أبو حمد، عامر بن حمد بن عصان المنصوري أطلق العنان للمسك على المركز الثاني. المملكة المملكة القادمة المملكة هنا مع أيضا القادمة محمد بن حمد سليمان الجبرين يتواجد ليقدم المملكة، والشاهينية سالم بن أحمد بن محمد دري الفلاحي. وين 500 متر الأخيرة؟ شوفوا هذا العرض. الله الله الله، جولة الأوامر النهائية. المسك 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 اسم عملاق وخطر بدأت تغير. عامر بن حمد بن عصان المنصوري اليافل اليافل تعود مرة أخرى لتكون منافسة. وهناك سالم بن الضعية بن غدير الكتبي المسك والياهل. الله الله الله، الحوار الثنائي الحوار الثنائي. المسك الياهل 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 الياهل. الله الله الياهل. مرغم 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 ايضا تنتزع الفوز والانتصار. جود ايفنينج يا مرغم على هذا الفوز، على هذا الانتصار. مشكور يا سعيد على هذا الاداء الرائع والجميل. الياهل سالم الرضعيف بن غدير الكتبي لحظات الوصول. هناك المسك ادت عرض رائع وجميل. عامر بن حمد العصان المملكة لمحمد الحمد بن سليمان الجبرين وصلت ثالثا. بينما المركز الرابع كانت الشاهينية لسيد سالم بن أحمد ومحمد بن دري الفلاحي. والمركز الخامس وصول رائع وجميل من مياس محمد بن كحيد بن ضاحي العميمي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا هي النتيجة، هكذا هي الأسماء القوية والعملاقة. شاهدنا المنافسة، شاهدنا التحدي الكبير والمنافسة أيضا الشيقة والرائعة في هذا الشوط. ليعلن هناك أيضا سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي بأن الياف المتواجدة في أول أشواط الذلال المحليات الأصايل والمنطلقة في هذا الشوط والمندفعة هنا هذه المسك. وانطلاقتها كانت منافسة ولا أروع، سرعة فائقة من خلال تواجد هذا التنافس القوي والتحدي المثير في مهرجان قصر الحصن. سن الكبار يؤكد بأن التواجد أبناء القبائل بكل نشاط وحيوية. 13 دقيقة وجزئين من الثانية هو التوقيت الزمني الذي قطعت اليافل سالم بن ضعيف بن غدير الكتبي. تهانينا
والناموس على هذا الفوز والانتصار. 13 دقيقة ثانية واحدة، 5 أجزاء من الثانية، المسك عامر بن حمد بن عصان المنصوري. شكرا يا أبو حمد، أيضا عرض ممتاز قدمت المسك، تشكر عليه بينما المملكة. أيضا الضيف العزيز القادمة من المملكة العربية السعودية كان محمد بن حمد سليمان الجبرين ب 13 دقيقة 3 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل خير، نحييكم.